انا اقول عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا هلا يا مرحبا. هلا بالدكتور. حياكم الله. اهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يسعدك. حياكم الله. سلمك. هلا بالجميل. الله يسعدك. يا هلا وسهلا. هلا مرحبا. حياكم الله. سلمنا عنك. الله يحييك. حياك الله. الله يحييك. اهلا وسهلا دكتور. كيف الحال؟ الله يسلمك. نحن على الهواء مباشره الان. الله يحييك. يعطيكم العافيه. الله يبارك فيك. ما شاء الله طلاله جميله هذه. الدكتور يحيى زمزمي هو امين جمعيه مراكز الاحياء بمكه المكرمه. صحيح. فنورنا واكرمنا وشرفنا. الله يكرمك. حياك الله دكتور. يا مرحبا وسهلا. ما شاء الله حتى العبارة المكتوبة على هذا اسم السترة خادم ضيف الرحمن. اسم البرنامج هذا اللي عندنا. ما شاء الله. العبارة ما جميلة. أكثر برامجكم ما شاء الله. كل واحد أحلى من الثاني ما شاء الله. والله الحمد لله. يعني السنة كان في نقلة كبيرة. عندنا أعطينا يمشي الجديد. يلا عندنا بسم الله كذا دخلنا. احنا لسه ما طلعنا صح؟ لا طالعين من زمان. طلعنا. خلينا نقفل طيب. لا خذ راحتك. نعيش العفوية والبساطة والحياة الطبيعية. ربما المجد رسمت معنى آخر في تغطية الحج. وهو التغطية العفوية. فأنت جميل. يوم طالع عندنا نحن ما شاء الله استقبلناك على الهواء ونحكي معك على الهواء. فأمورك طيبة دكتور يحيى. الله يحييك. طيب هو احنا أكبر برنامج عندنا السنة خادم ضيف الرحمن. طبعا يمكن أبغاك تاخذ راحتك في الجلسة يا دكتور من أنه جلسة أريحية. لا لا ما في مشكلة. خذ راحتك. أظننا مطولين. خلينا يمين وشمال نشقلب على قولان مكة. أسلم دكتور. طبعا يعني بفضل الله السنة كان في نقلة في عدد المتطوعين. يعني شارك معنا 5742 متطوع. ما شاء الله تبارك. والأمر الآخر إنهم جوا من جميع مناطق المملكة. ما شاء الله. فجونا من الرياض من جيزان فرق تطوعية جمعيات خيرية عندهم متطوعين. جانا طبعا من بعض المدن الصناعية بعض المهندسين وال عندنا هو المتطوعين الصحيين. عندنا يعني حول يمكن اكثر من 100 متطوع صحي ما شاء الله. كل القطاعات يعني كل القطاعات. يعني كان في شراكه بفضل الله يعني كبيره جدا مع سواء كان الشؤون الصحيه او قطاعات ومهارات كلها موجوده ما شاء الله. طلاب كليات الطب من جامعات المملكه مجموعه لا باس بها شاركوا معنا في خدمه الحجاج في تقديم الخدمات الصحيه على وجه الخصوص. وكان لهم بفضل الله يعني اليوم كنت اشوف الاحصاءات الى مساء امس. سلام. يعني عدد الساعات التطوعيه تجاوزت 218 الف ساعه. دائما لغة الأرقام. نعم. هي لغة واقعية. أقول لغة الأرقام. أي. لغة واقعية. أي نعم. 218 ألف ساعة تطوعية. ما شاء الله. طبعا نتحنا إحنا برنامج اسمه ساعة تطوع. وهذا كذا. كان أيوة في نفس ضمن فعاليات وأنشطة هذا البرنامج ساعة تطوع. وكان في إطلاق رابط للتسجيل. فجونا يعني ليس شرطا ان يكون معكم المتطوع مده. أيوة. البرنامج كامله. في طبعا متطوع دائم، في متطوع نصف الفتره، في متطوع مثلا في مكه فقط، في متطوع في المشاعر فقط. حسنا. وفي متطوع بساعه يختار هو الساعه والمكان اللي يبغى يتطوع فيه. وهذا كان متاح بفضل الله. ومن خلال يعني الممارسه الحمد لله كان يعني استقبلنا عدد جيد من المتطوعين. هذا العدد اللي ذكرته عفوا يعني شامل لكل هذه. اي نعم. اللي ذكرته في البدايه 5742 متطوع من جميع الفئات. نعم. كيف يتم اختيارهم؟ يعني على اي اساس؟ تخصصهم، مواقعهم؟ طبعا المتطوعين الدائمين هؤلاء من قبل الحج بفتره واحنا يعني نرتب للبرنامج بحيث احنا نشوف احتياجنا. نعم. سواء في جانب الخدمات الصحيه او في الخدمات التي تقدم للحجاج من سقيا من مثلا دفع العربات لكبار السن في منطقه الحرم وفي المشاعر. والحمد لله يعني هؤلاء نحاول انه يكون في العدد الاساسي اللي احنا نحتاجه. يعني نفرض مثلا نحتاج لدفع العربات 200 متطوع فاعطي مثل هذا البرنامج احتاج له مواصفات خاصه. احتاج ناس عتاوله على قولهم ما شاء الله تبارك الله. وفي المتطوعين الصحيين معناه انه لابد يكون شخص متدرب عنده اسعافات اوليه او من خريجي كليات الطب او طلاب في كليات الطب. وهذا اللي حصل فعلا. كان تنسيق مع فرق طبيه شاركوا معنا بفضل الله. نعم. والحمد ايش ابرز ما رايت في حج هذه السنه؟
قصص مشاهد حدثت؟ والله عنها. أولا حقيقة يعني الحج كان فيه انسيابية بفضل الله عالية جدا، يعني احنا كوننا أهل مكة ونشوف الحج ونعيش الأجواء سنويا، فاحنا نشعر بالفارق الكبير بفضل الله، فالحج كان سهل جدا يعني على الحجاج. أيضا كان من وجهة نظري أنه في نقلة تقنية جيدة الحمد لله عند الجهات الرسمية الحكومية، يعني سواء الشؤون الصحية سواء البلديات يعني أمانة العاصمة، وهذه رأيناها يعني رأينا نماذج لها. السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا أبو عبد الله، حياك الله، أهلا وسهلا. أسلم أستاذي. هذه كان لها أثر كبير من وجهة نظري في يعني انسيابية الحج. يعني على سبيل المثال أنا أذكر موقف لأحد زملائي جاي من ماليزيا وهو دكتور عراقي، يوم 10 يوم العيد جاء لمكة هو ومع والدته، والدته كبيرة في السن عمرها فوق 80، والله يكرمكم دخلت دورات المياه عند الحرم وتاهت ومع الطلعات. اتصل علي بعد العصر قال انا ما اعرف ايش اسوي، يعني الوالده دخلت والان انا ادور في المنطقه كلها ما محصلها. كان عندي اخويا طبيب استشاري، قلت له خلينا نشوف المستشفيات، اعطاني رقم عمليات الصحه، اتصل عليهم بلغ، وما شاء الله عليهم خلال لحظات اتصلوا بالرقم المركزي طبعا من الرياض، وشوية اتصلوا علينا من منطقة مكة، ويعني مسحوا المستشفيات كلها خلال يعني دقائق حقيقة، وأعطونا خبر قالوا ما هي موجودة في المستشفى يعني بالمواصفات هذه. مثلا جينا نشوف وزارة الحج ونبلغ عن الحالة ونحاول نبحث عنها، يعني بفضل الله وجدنا مراكز إرشاد الحجاج التائهين وربطها التقني الجميل، حتى الحمد لله تيسرت يعني الأمور وجدناها الحمد لله وجدها، يعني لأنه يبدو أحد وجدها وأخذها لمكتب المطوف، واحنا كنا مركزين نبحث في منطقة الحرم، يعني حتى جندنا له مجموعة من الشباب اللي معانا في البرنامج، أعطيناهم مواصفات والدته وقلنا لهم امسحوا المنطقة وادخل، احتمال تكون رجعت للحرم يعني أقرب شيء عندنا، أنها دخلت الحرم مرة ثانية ومسحوا الحرم في الداخل وفي الساحات، والحمد لله وجدناها عند مكتب الطوافة. جميل. فلذلك أنا أقول حقيقة أنا وجهة نظري أنه في نقلة في الجانب التقني على وجه الخصوص كان يعني له أثر كبير. جميل. دكتورة وش الله يحييك وسعدتنا من الله يحييك، هلا وسهلا. دائما اللقاءات اللي يعني إحنا ما نقول لقاء الختام لكم، لنا إحنا لقاء الختام اليوم في المشاعر، لكن أنتم أتوقع أنه لقاء الانطلاقة الجديدة، يعني نحن الآن نتكلم على مشارف نهاية موسم الحج. الحال نسأل الله تعالى التمام والقبول. لكن أنا السؤال يمكن عن الوجبات التي قدمت عن طريق مراكز الأحياء. عفوا. الوجبات التي قدمت، يعني هل في أرقام إحصائية حول التي قدمت ولا؟ إيه نعم. والله هي تقدر يعني تزيد على 800,000. ما شاء الله. طبعا كان في دعم كبير جدا من مؤسسات مانحة، من مؤسسة الشيخ عبد العزيز الجميح الخيرية، ما شاء الله، يعني من أكثر المؤسسات اللي دعمت البرنامج هذا، وبالذات فيما يتعلق بتقديم الوجبات والسقيا في مكة. طبعا أنا بس بمناسبة إنك الختام، إحنا حقيقة يعني اليوم نتكلم مع المتطوعين أقول لهم ترى حاجة الحجاج من وجهة نظري أنا بعد الحج للخدمة أكثر. ليش؟ لأن قبل الحج يعني الناس كلها متهيئة وجاهزة وعندها يعني طاقة، بعد الحج يصير استرخاء عموما يعني في المجتمع في الجهات الخيرية طبيعي. وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. الأمر الآخر أنه كثير من الحجاج ونسبة أنا ما عندي يعني رقم، لكن بعد الحج يرجع منهك مريض يحتاج عناية، بعضهم يرجع فقد محفظته وفلوسه شيء من متاعه يحتاج أحد يقف معه. بعض الحجاج يعني يتوه ويفضل يومين ثلاثة ضايع، ما يعرف الحاج فين يروح مثلا، يعني هو نفسه يعني اليوم أنا طالع من منى يعني بعد ما رميت
تعجلت، وجدت الشباب اللي عندنا في البرنامج هذا جابوا لنا حاجة جزائرية ضيعت زوجها. اوف الجزائريين الله يسامحكم يا قاعد تجي على الجرح ناصر على الجرح ما وقعنا الله يسامحكم يا ناصر. لا صراحة الجزائريين ما معي ما يضيعوا ما يضيعوا هذا ضاعت خصوصا الازواج ما يضيعوا بعض هذه ما ايوه هو زوجها حطه في مكان وراح يرمي عنا وهي مريضة وكبيرة في السن وهو مريض الله يشفيهم وعافيهم يا رب. الشباب أخذوها ودخلوها عندنا، احنا أخذين مدرسة من إدارة التعليم للبرنامج هذا، مدرسة الإمام حفص في قريبة من ميناء. فجيت وجدتها جالسة عند الشباب وقالوا إيش نسوي فيها؟ قلت خلينا نأخذها معانا، احنا نازلين مكة نوديها مكتب المطوف. فالشاهد تقول أنا مريضة وزوجي مريض وعنده سكر الله. وقلت طيب ما عندك رقم تلفون زوجي؟ قالت لا هو الجوال معاه وأنا ما عندي رقمه. طيب إيش نسوي؟ كيف نوصله؟ نوصله هذا معقول يخليها هنا هذا بقى نويها يا ناصر عدو بيسوي فيها مقلب ولا إيش؟ طيب قلت لها عندك رقم أولادي؟ قالت إيوه بس ما ابغى اتصل عليهم واشغلهم في الجزائر. هذا شوف هذا حنان الام. اي والله قلت والله يا حاج انا اشوف انه نتصل عليهم وباي طريقه كذا يعني يوصل الوالد. الامر سهل يعني. خلينا ناخذ منهم رقم زوجك ونحاول نوصل له ان شاء الله. وهي في مأمن ومكان يعني. والحمد لله اطمأنت هي والشباب اكرموها واعطوها وجبه وكذا و وارتاحت وقلنا له ان شاء الله احنا ما بنتركك لين ما نوصلك باذن الله. الشاهد اخذنا اتصلنا باولادها وما يردوا بنتها في الاخير ردت قالت لها انا ابوك تركني وكذا والان بس ابغى رقمه ما ضيعته. عاد جاب لنا الرقم وكلمناهم الحمد لله والحمد لله جميل. وصلنا هو طبعا نزل على مكة يدور عليها في الفندق أظن توقع كذا أنها هي تكون أحد أخذها للفندق. إحنا أخذناها لمكتب المطوف سلمناها للمكتب. جميل والله المستعان. هذا الشاهد من أنا أقول أنه بعد الحج مثل هذه الحالات كثير صحيح. صحيح. يعني تحتاج إلى رعاية ولذلك احنا الان برنامج خادم الضيف الرحمن بعد الحج يعني حيواصل لخدمه الحجاج في اسكاناتهم. اها وهذه حقيقه وجدناها يعني من خلال يعني مسح ودراسه يعني الحالات يعني وجدنا انه الحجاج في اسكاناتهم راح يعني بيحتاجوا حاجه ماسه للاطعام للرعايه الطبيه إضافة إلى يعني بعض التائهين فعلا يعني صحيح. يكون الحاج جاء وزوجته ما هي موجودة أو يكون بعضهم في مستشفيات طبعا فالآن تركزوا مؤسسات الحج طبعا شغالة في هذا الإطار وكل مؤسسة مسؤولة عن حجاجها بطبيعة العمل. نعم. لكن الحاج يحتاج رعاية بالذات في الإسكانات فالآن يعني مركزين وحقيقة احنا يعني بدعم مؤسسة الجميح قلنا لهم احنا نشوف انه لا يعني نكثف جهودنا الان في يعني العمل اللي قبل لانه احنا جاهزين ومستعدين بس خلينا يعني خلي جزء كبير يكون لما بعد صحيح سواء من ناحيه وهذا مما السقيا ايوه مما يغفل عنه كثير يعني من الجهات التطوعيه صحيح. اللي تقدم الخدمه يظنون انه مثلا انتهت صحيح. في المشاعر لكن انتهى. هم متواجدين في مكه في صح. المدينه ويحتاجون يعني هذا النوع من الخدمات. وعبد الرحمن كانه كان عندك سؤال. انا كنت ابغى اسمع القصص انا في شغلتين ايوه يعني انا يعني القصص الحلوه انت قاعد تجيب لنا دكتور انا قال واحد قصص جميلة يعني لاني حجيت لكن الشباب عندهم كثير هو من القصص. احنا عندنا الدكتور خالد وكلنا ذاك الرجل نحب القصص ما في شك. لا بس اعطينا الناس اللي لقاوهم يعني قصص كذا هذا خفنا انه ما يلقى صاحبه هو كويس انه اذا بقى على احرامه ما يجوز له يخطب. اي لا هو محرم لسه ما تحلل التحلل الثاني تقول ما طفنا. لا اعرف يا دكتور يحيى انه عندكم برامج عظيمه مثل شباب مكه في خدمتك وخادم ضيف الرحمن كثير البرامج كنت تسمع من اكثر من الشباب لما نقابلهم في الجمعيه والله مواقف عجيبه فعلا صحيح في الاستضافه في الخدمه في فنبغى المواقف كذا اللي تهزنا تخليني نقول
يعني فعلا تبرز مدى الجهد. خلاص جيد. بما انها ستاتي انا بفتح لك خط يعني. انت ذكرت مثلا في القصه اللي قبل قليل انه مثلا في واحد من المتطوعين يمكن وداها، يعني انتوا لما بحثتوا قصه صديقك مثلا الدكتور هذا، ففي واحد بادر. الان التطوع اصبح روح صحيح عند الناس كلها بلا استثناء. إيه لكن كم من مريد للخير قد لا يوفق اليه. بعض الاحيان تقول بعض الفزعات تورط، يمكن مفروض صحيح انها تكون مبنيه على علم ودرايه واحترافيه. انتوا بدوركم عندكم على قولهم كذا منهجيه للمتطوعين معاكم، ولا اي واحد يجي يقول لكم ابي افزع تقولوا له يلا توكل على الله، وقد ممكن يمارس شيئا قد يكون في نوع جهد كبير وفي امور تختصر عليه شيء كثيرا؟ طبعا احنا عندنا مسارين. حلو. يعني المسار الاول اللي هو المتطوعين اللي احنا عارفينهم من قبل يعني مشاركين من قبل، ايوه، بحسب الخدمه اللي نبغاها فيها. يعني ضربت مثال مثلا المتطوع الصحي، هذا ما يصرح له الا شخص يكون متخصص من جميل. اما من خريجي كليه الطب او طالب، يعني عنده الاسس الاساسي في موضوع الجوانب الطبيه. جميل. فهذا لابد يكون بمواصفات معينه. طبعا عندنا مثلا حسب الخدمات اللي حتقدم، في ناس يصلح مثلا انه ذكرت مثال في دفع العربات للمسنين كبار السن، هذه ما تحتاج ربما، هذه تحتاج عضلات قوه، هي ما تجيب واحد، يحتاج واحد يدفه كمان، يعني بنيته ضعيفه او شيء، ما تحتاج الحين مفكر، تحتاج واحد قوي، تحتاج واحد بس يمشي قدامه بسطه في الجسم. نعم. وخاصه انه عندنا متطوعين حقيقه من فئه الشباب، وبل يعني شباب صغار يعني في السن، يعني في ال 13 14 وما شاء الله. وعندنا متطوعات طبعا، يعني السنه زاد عدد المتطوعات. جميل. يعني في الجانب النسائي بفضل الله كانوا موجودين معانا في البرنامج. فلذلك احنا نختار للخدمة والنشاط اللي نحتاج ونختار له المناسب. لكن في ناس يسجلوا وناخذ معلوماتهم الأساسية ويصلح في شيء يعني ما يحتاج له يعني كثير تأهيل. حلو. يعني يحتاج طبعا اولئك قبل الحج ياخذوا بعض البرامج التدريبيه وبعض القيم يعني في التعامل، تعرف يعني الحج وقت احتكاك وزحمه وكذا يعني، والان بي يعني يقدم خدمه لا كمان يتجاوز فيها الى شويه ضرب مع الناس. جميل. بعدين يجيب العيد. احنا دكتور يحيى من القيم ومن التدريب اللي نمارسه احيانا مع ضيوفنا اننا نقطع حديثهم العذب شويه ونرجع له. لا ما في مشكله، خلال بعض الفواصل معك على الخط استاذنك والمشاهدين الكرام، في نذهب الى فاصل ونواصل بعده المسير باذن الله عز وجل. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب.
لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما في اتساع لبيك يا الله. حياكم ربي، يا هلا وسهلا ومرحبا بعد هالفاصل اللي نلم فيها أوراقنا ونعود لكم بنشاط كبير، لأنه اليوم طاقتنا كبيرة، الختام يحتاج منا إلى قوة تحمل وقوة تصبر وقوة يعني تشجيع. دكتور حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. عسل اسمها دي تحمضت الصور ولا ايش؟ تقول انت تحمض القصص القصص تحميل. انا ذكرت الان اذكر من القصص اللي جاتنا في الاحتفاء بالحجاج. طبعا احنا عندنا 85 حفل احتفاء بالحجاج هذه السنة بموافقة سمو الأمير خالد الفيصل جاتنا، يعني نستضيف ما أكثر من 100,000 حاج في الحفلات هذه. فأذكر يعني أكثر من 100,000 أكثر من 100,000 في مجموعة مكة. نعم. في مكة أكثر، يعني يتجاوز العدد هذا بكثير. لكن جينا احتفينا بمجموعة من الحجاج، طبعا مختلف الجنسيات، يعني وعندنا يمكن مركز الحج أظن عرضت تقريرا. نعم. كل يوم يستضيف جنسية. فجونا حجاج مصريين، كان في احتفال لهم. طبعا برنامج اجتماعي، يعني يمشي مع تخصص الجمعية، يعني ما هو برنامج علمي ولا شرعي. في يعني أريحية مع الحجاج، ألعاب مسلية، توزيع هدايا، بعض الكلمات من الحجاج، موالات، إلا عاد كل جنسية بحسب ما تحب. فالشاهد إنه كان في حاجة مصرية بعد ما قالت أنا أبغى أتكلم، تبغى الميكروفون تفضلي. قالت والله احنا طلعنا لنا 3 أيام من مصر وتبهدلنا وتعبنا، تعرف عشان من الحج بسفينة ولا بطائرة؟ بسفينة. بسفينة. لكن والله الساعة دي اللي جلستها معاكم نستني تعب الـ8 أيام كلها. الحمد لله. سلام. هنيئا لكم ببساطتها وعفويتها. اي تقول الساعة دي نستني تعب الـ8 أيام، يعني مثل بساطة الدكتور كذا. الدكتور باللهجة المكية الجميلة كذا العذبة والبسيطة. الله يسيك خير. يعني الله يتقبل منك. الله يرضى عليك. يمكن كذا سؤال قد يكون غريب شوي، ما تواجهون صعوبات في لغة التواصل مع الحجاج الغير عربي؟ ايوه الغير عربي عرب. صحيح. يعني وقد يكونوا من العرب. وقد يكونوا من العرب، يعني مثلا من الجزائر مثلا او من المغرب العربي. والله من الجزائر اليوم الحرمه ذي اللي شلتها 3/4 الكلام ماني فاهم، وبالذات لما اعطيتها التلفون اتصلت لها على بنتها صاروا يحكوا كلام. وش رايك بخير لاباس راكم ملاح؟ لا لا بس ذي انا فاهمها بس ما ادري. تلقط شيء وشيء ما تلقط. ناصر ناصر. نعم والله لابد من تكتيك مع لغه عربيه. تقول بساطه. الله يستاهل. الله يجزيك خير حقيقه الدكتور ببساطه متناهيه كذا. والله يجزيك خير وعفويه. سلام. فطبعا في ترجمه، يعني في ناس اصلا احنا مثلا حجاج اذا اليوم عندنا حجاج من المانيا ولا من اسبانيا ولا كذا نروح ننسق من قبل ونحاول نشوف، يا اما من عند نفس الحجاج ناخذ مترجمين. يكون في مترجم يجي معاهم، يا اما احنا يعني نوفر شباب المتطوعين. يمكن ما يجيكم متطوعين يترجموا؟ في متطوعين. الا في متطوعين ما شاء الله، ما عندنا يجيزوا يعني يجيدوا 6-7 لغات ما شاء الله. هذا واجب على اهل مكه انهم يتعلموا لغات. اي والله هذا ترى بالمناسبه، يعني انا الاحظها اي محل تروحه في مثلا بالذات في المنطقه المركزيه تجد انه من يبيع يعرف. طبعا ايوه بالذات الفلوس. هذه لاحظت الفين في جده عندنا في البلد. اي تحصل المحلات تحصل ما شاء الله اخ يمني يتكلم. طبعا يتكلم الكلمات المفتاحيه على حسب على حسب زباينه. أيوة. اذا كان أيوة زباين مثلا من افريقيا عنده فلبيني خاصه عنده لغه فلبينيه واندونيسيه. شرق اسيا ما شاء الله يسدحها سدح. طيب شو الزباين ما شاء الله بتقدر بارك الله. طبعا ولازم يسوي الدعايه بلغه الحجاج. حتى نعم. لغه انا كان عندي تقرير زمان سويته في احد حملات الحج كان اسمه لغات الحج او كيف يتعامل البائع مع لغات الحج. قابلت اكثر من بائع والله يا جماعه ذهلوني ما شاء الله. واليوم الشيء الجميل انه حتى بعض رجالات الامن صاروا يتكلموا لغات. ايوه جميل ما شاء الله. يعني انا اليوم نطلع هنا فجاء بعض الحجاج غير عرب
اتفاجئ العسكري بدا يكلمهم بلغتهم. انا طبعا هو لمعلوميتك يعني قوات امن الحج والعمره ياخذوا دورات في اللغات ما شاء الله، يعني ياخذوا اهم 100 كلمه في يمكن 7 لغات، يعني لغات مثلا الملايو الانجليزي الاردو اكثر انتشارا، ايوه، فياخذوا اهم الكلمات الا دائما احتاجها الحاج، ولا تبغى توجهه روح يمين شمال. هم ياخذوا اهم الكلمات ونحن ناخذ معك احسن اللحظات. الله يرفع قدرك. رساله اخيره تختم بها. والله اولا نشكر الله عز وجل ونحمده على اتمام هذه المناسك العظيمه، وبفضل الله يعني كانت ميسره، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. ثم طبعا يعني نشكر حقيقة ونهني المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على يعني هذا الإنجاز حقيقة، وهذا هذه النقلة وهذا التطور في خدمة تقديم الخدمة المناسبة للحجاج في الوقت المناسب في المكان المناسب، وهذا شرف يعني يتشرف به كل يعني إنسان يسكن في هذا البلد، وخاصة أهل مكة يعني صحيح. الواجب عليهم أكبر، ونسأل الله أن يعفو عنا، إحنا مهما بذلنا فنحن مقصرون، لكن نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتقبل ما قدمه زملائي حقيقة المتطوعون على وجه الخصوص في جمعية مراكز الأحياء وعموما المتطوعين، وقد رأينا منهم يعني بفضل الله يعني شيئا يثلج الصدر. الحمد لله. ونسأل الله أن يكون القادم أفضل وأجمل وأكمل وأحلى إن شاء الله. نعم، الله يرضى عنك. الله يجزيك خير. وأنتم نموذج مشرق لأهل مكة ولهذه البلاد الغالية. شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. إحنا نروح معكم تقرير عن المواقف الذاتية ثم نعود.